هم في تلقي طلبات لالتحاق ب5000 وظيفة لذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يعملون بوظائف أخرى في الجهاز الإداري للدولة، وذلك لمدة 30 يوما، وسيتم توزيعهم على جميع المحافظات وفقا لنسبة العجز في كل محافظة. وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التقديم سيكون في مديريات التنظيم والإدارة في كل محافظة، حيث تقدم الطلبات وفقا للنموذج المعد الذي سينشر على موقع الجهاز وعلى بوابة الحكومة الإلكترونية. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذة فوزية حنفي، رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. أهلا بحضرتك بداية. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالأستاذ المشاهدين. أستاذة فوزية، يا ريت تطلعينا يعني في اليوم الأول لتقديم الطلبات لشغل هذه الوظائف، هل هناك عدد محدد تم رصده حتى الآن؟ بس خليني أقول لك الأول إن الدولة والحكومة حريصة كل الحرص على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم في المجتمع أسوة بأقرانهم لرفع مستوى المهارات. وكل من سيد رئيس الجمهورية ومعايا رئيس مجلس الوزراء مهتمين بذوي الاحتياجات الخاصة وباستمرار بتقديرهم وبيسمعوا مشاكلهم كويس عشان يمارسوا حياتهم بشكل كريم، وده طبعا تفعيل المادة 81 من الدستور. تمام. إنما بخصوص ال 5000 وظيفة فدي بداية، أنا بقول دي بداية إن طبعا أنت عارف هم أعدادهم. إحنا في الأول أوضح لك إن إحنا من 2011 ل 2013 عينا 32,000 وظيفة لذوي الاحتياجات الخاصة. طب أستاذة فوزية، يا ريت يعني نركز على يعني على الحدث الخبر الحالي. الخبر. هناك 5000 وظيفة تم الإعلان عنها، وهناك ناس هتقدم لشغل هذه الوظائف. ال 5000 وظيفة دول هيتوزعوا على المحافظات، كل محافظة حسب نسبة ال 5% اللي ما استوفتش فيها. طيب أنا عندي محافظات أوريدي مستوفية نسبة ال 5% بتاعت المعاقين، وعندي محافظات لسه ما استوفتش النسبة. فال 5000 هتتوزع على المحافظات اللي ما استوفتش لسه النسبة. طب يعني 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 كما هو متوقع أستاذة فوزية، في 5000 وظيفة تم الإعلان عنها لشغلها في الجهاز الإداري للدولة، يتوقع أن يكون المتقدمين عشرات الآلاف، يعني ما هي المعايير التي ستوضع من قبل جهاز المركز للتنظيم والإدارة لأولوية شغل الوظائف؟ بص، هي المعايير العادية خالص اللي بتطبق على أي إعلان للوظائف، الأقدم تخرجا، فالأكبر سنا، فالأعلى شهادة، نفس المعايير اللي بتطبق على الموظفين بتطبق عليهم خلاص. بس في حاجة، الوظائف احنا طبعا ما حددناهاش لسه، هتتحدد على نوع الإعاقة ونسبتها. عشان كده النموذج اللي الجهاز عامله للتقدم بالطلبات اللي هم اللي هيتقدموا هيملوا مكتوب فيه نوع الإعاقة ونسبتها. الكل بيسأل انت ليه ما حددتوش الوظائف اللي هيتعينوا عليها؟ أنا كجهاز ما أقدرش أحدد الوظائف، لأن كل إعاقة وليها وظيفة. يعني مثلا لما يكون واحد معاق في الايد ما اقدرش اشغله كاتب. وظيفه مكتبيه، فنوع الوظيفه هتتحدد على نوع الاعاقه ونسبتها، وده هتتكتب في النموذج اللي هم بيتقدموا عليه. استاذه فوزيه، السؤال الاخير، يعني فتره التقدم بطلبات لشغل الوظائف ستكون 30 يوم. طيب يعني متى يعني متى سيعلن عن النتائج؟ متى سيعلن عن النتائج؟ لا بص، هو عادة أي إعلان بنقول تقدم الطلبات خلال 15 يوم. إنما علشان ذوي الاحتياجات الخاصة ليهم الظروف الخاصة بيهم، إحنا فتحناها ل 30 يوم. كمان الجهاز خلى التقديم من خلال مديريات التنظيم والإدارة في كل محافظة. يعني عمل مركزية طبعًا. طب يعني بسأل حضرتك، يعني بعد انتهاء فترة التقديم. وكمان عشان طبعًا دول ما أقدرش أعمل لهم تعليلي من سواج وأسوال للجهاز. كل واحد من خلال محافظته هيقدم في مديريات التنظيم والإدارة. طب بعد انتهاء فترة التقدم متى سيعلن عن النتيجة النهائية للوظائف ويعرف كل واحد وراح فين يعني؟ بص حضرتك، انا النهارده ما اقدرش اقول لك هعلن امتى، ده هيتوقف على كمية الطلبات اللي هتتقدم، هفرزها في قد ايه وارجع اطبق عليها معايير الترشيح. فانا هعلن النتيجة امتى هتعلن؟ بعد ما يجيني بعد انتهاء مدة 30 يوم بشوف الطلبات المقدمة قد ايه. شكرا للأستاذة فوزية حنفي، رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على هذه التفاصيل.